السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح ناخذ بهاي التجربة Start Topology Using Hub. في التجربة السابقة أخذنا Start Topology Using Switch. أول شيء راح نفتح البرنامج الأوبنت Run as Administrator. نقول Accept File New Project. نسمي البروجكت Star Topology Using Hub. قلو OK. Next. اختار الOffice. Next. Next. هون نختار الإيترنت، نختار الإيترنت، نقول له yes، نقول له next، finish. من التوبولوجي نروح على repeat configuration، نختار star، نقول له next. center node بالمركز راح نخلي إيترنت 16 حب، يعني 16 بورت بين المنفذ، والبريفيريال نود راح يكون يعني الحاسبات راح يكون ايترنت ستيشن، واللينك نقدر نختار 100 بيست او 10، عدد الحاسبات خلي اختار 25، هوني الراديانس يعني بعد الحاسبة عن المركز 25، نقول له اوكي جاب لنا اياه. هسه على اي حاسبة نقف كليك علينا وسيلكت سيميلر نود، اختار يعني سيلكت سيميلر نود، نرجع ايديت اتربيوت على حاسبة معينة، نروح على الترافيك، بعدين على الباكج، ومن الباكج باكج سايز، يعني راح نخلي كونستانت 1500، نقول له اوكي. قول له هوني apply to all select object، يعني طبقه على كل حاسبة، ما على حاسبة حاسبة راح نقول له yes، طبقه على الكل. هسه بأي مكان choose individual، نختار من global ethernet، عندنا delay، عندنا traffic send و receive، خلينا نختار باكيت بيرسون، نقول اوكي. بالتجربة السابقة مثل ما قلنا لكم كان عندنا سويتش، كان عندنا سويتش فماكو ديلي، هون استخدمنا الهب فالمفروض اكو ديلي، نروح نسوي له ران، كمل كلوز. هسا نسوي view results، كليك بأي مكان view results، راح يكون عندنا ماكو ديلي بالإيترنت، بالعفو يعني اكو ديلي لما استخدمنا مثل ما قلت لكم هب، لو كان سويتش فماكو ديلي. هسا شلون نلغي هاي الديلي؟ نسوي الشو هاي الديلي لأنه استخدمنا الهب، لأنه الهب لا عنده ماك ادريس ولا الهاي بي، فيصير الترافيك يعني من يرسلون اثنين على نفس الوقت فيصير ترافيك، فيصير ترافيك. الحل هاي أول سيناريو، خلينا نتعرف على شيء اسمه سيناريو، يعني متى يصير عندنا خلينا نقول أكثر من شبكة أو أكثر من مثال، يعني او اكثر من تجربة بنفس الوقت، يعني ما اريد امسحها اخليها على صفحة، اروح على السيناريو نقول له نيو سيناريو، نيو سيناريو. السيناريو الثاني راح يكون عندنا ستار، اسمي له اسم معين ستار توبولوجي يوزينج هاب، بس بهاي الحالة راح نستخدم الابليكيشن اللي هو هسه راح نتعرف عليه، نقول له اوكي كأنه بدينا من جديد.
عم بدل ما أخرج من البرنامج وأرجع أسوي السيناريو الجديد القديم يظل مخزون وأشتري واحد جديد، أقول next، نختار الأوفيس نفس خطوات الأول، next، نختار هون إنترنت، هاي الإنترنت، نقول next، فنش، نروح على التوبولوجي. نختار من الريبت كونفيجريشن ستار لنكست انا سنتر نود نفس الحالة ايترنت 16 هاب مثل ما قلت لكم. البريفيريال نود راح نختار ايترنت ورك ستيشن، السيناريو الاول اخترنا ستيشن هسه ورك ستيشن، لينك موديل 100 بي اس تي وعدد الحاسبات 15، نقول له اوكي جبنا. مثل ما قلت لكم اخترنا ورك ستيشن، راح نحتاج الابلكيشن كونفيج و بروفايل كونفيج، جبنا بالابلكيشن كليك علينا اديت، نروح على الابلكيشن كم تطبيق، خلي له تطبيقين مثلا، نختار اثنين، نعطي اسماء التطبيقات مثلا الفويس فويس والديسكريبشن اكيد راح نختار الفويس كواليتي سبيتش. هسه التطبيق الثاني راح نسميه داتابيس داتا، بالديسكريبشن من الداتابيس اختار مثلا ميديا لود، قول له اوكي. هاي الابلكيشن دائما هي الابلكيشن اللي بعد البروفايل، يعني هاي التطبيقين خلي بروفايل ملف اديت بروفايل، كم بروفايل عندي واحد، هاي البروفايل ايش اسمينه اسم معين مثلا بي بي، الابلكيشن عدد التطبيقات الموجودة عندنا اثنين، بس نروح على الاسامي مالتهم يطلع لك البويس، على ثاني واحد كليك داتا قول له اوكي. هسه باي مكان فارغ choose individual نختار عندنا database entry، هاي بالنسبة لل database فترافيك send و receive اكيد، وعندنا من الإيترنت نختار الديلي، ومن الفويس كذلك send و receive. نقول له اوكي بس نسوي رن، ثم هذا الرن الصراحة عدد النتائج راح يكون الديلي راح لانه استخدمنا الورك ستيشن الانترنت ورك ستيشن بالحاسبات وعندنا تطبيق معين وبروفايل، يعني شغل منظم. نسوي له فيو ريزلتس راح نشوف ماكو ديلي، هاي بالنسبة للداتا، هاي بالنسبة للإنترنت بشكل عام، هاي بالنسبة للبوس. شوف إيش هو، تجربة سهلة يعني، عندك تو سيناريو. شغلة الخاصة إذا أريد أرجع على السيناريو القبل أروح على السيناريو، شوف أشكو هوني سويتش يعني النقل بين السيناريوهات، هاي السيناريو الثاني ارجع السيناريو الاول شوف قبل، فتقدر تسوي اكثر من سيناريو وتنقل بيناتهم، يعني اكثر من تجربة وكلهم موجودين عندك. ان شاء الله تكون التجربة واضحة عليكم وسهلة وشكرا.